سيدي يا رسول الله، جعلت حياتك للأنام ربيعا، ومضى بشيرك في الوجود مذيعا. الله أكبر يوم بشر قائلا، ولدت أمينة للأنام شفيعا. ماذا أقول في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال رب العزة فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. إن كان الخلق عظيما فأنت لعلى خلق عظيم، قد سموت ورقيت في الخيرات وتقدمت حتى بلغت ذرى الخلق، فتربعت على عرش الأخلاق كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة. هذا النبي الكريم أيها الكرام وصفه رب العزة فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة الحسنة بجنابه الشريف إنما تكون أيها الكرام بالاتباع. فمدعي المحبة والذي يلقلق لسانه بأنني فداك روحي يا رسول الله، وحينما يحب الحق ترى لا فداه روح، لا فداه روحه ولا فداه أي شيء. فلينظر الإنسان المؤمن منا إلى نفسه، هل هو حقا مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولنأخذ جوانب مضيئة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنتخذها عبرة ونبراسا، ونقيم أنفسنا ونزينها بهذا الميزان. هل نحن متبعون صادقون أم متكلمون مبهرجون للكلمات مزينون للألفاظ بعيدون عن الحقائق؟ لما قدم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ابن حاتم الطيب، والقصة مشهورة في الصحيح، قدم بعد أن أغارت رسل من جانب النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فهرب وخرج من قريته أو من مكانه الذي يسكن فيه، وابتعد حتى اقترب من الشام. وأسر الصحابة رضي الله عنهم طائفة من قومه وجيء بهم إلى المدينة المنورة، وكان فيهم سفانة أو سفانة أخت عدي بن حاتم، ابنة حاتم الطيب. هذه المرأة كانت كبيرة في السن، وقد ألقي عليها الأسر. نظرت من بعيد فسألت: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأشاروا إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا لها: ذاك. فجاءت إليه وقالت: يا محمد، عجوز كبيرة، غاب الوالد وانقطع الوالد وغاب الوافد، فمن عليه، من الله عليه. فنظر إليها: من والده؟ قالت: حاتم الطيب. قال: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. سبحان الله. ثم قال لأصحابه: حلوا إسارها وفكوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، رغم أنه ليس بمؤمن، ولكن حلوا إسارها. ونظرت فإذا علي بجانبه، فقالت: يا علي، أو التفت إليها علي فقال: سل النبي صلى الله عليه وسلم الحملان، الحملان أن يعطيك بعيرا تركبين عليه لتذهب إلى دياره. فسألته الحملان فأمر لها بحملان يعطيها بعيرا، وهي لا تزال على كفرها وهي أسيرة، فأعطاها بعيرا. فلما رأت حسن هذه المعاملة تشهدت شهادة الحق. ثم إنها عادت إلى قومها، نظرت فإذا أخوها علي بن حاتم قد خرج من الأرض وابتعد فيها، فأرسلت إليه وكتبت إليه: أن يا أخي أقدم إلى المدينة، فإن بها رجلا هو أكرم من أبي. نظر حاتم: ماذا تقول هذه؟ رجل أكرم من أبي حاتم الطيب الذي كان يفعل ويكرم، ولكن لا لوجه الله، وإنما لكي يذكر بين الناس بالكرم ويمتدحه الناس بهذا، أكرم من أبي. وضاقت عليه الأرض بما رحبت، واشتدت عليه الأمور،
وجعل ينظر ماذا أصنع. والله تعالى يريد لهذا الرجل الهداية. فقدم عدي بن حاتم إلى المدينة، فلما وصلها وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلوه عليه، جاء إليه فسلم عليه فقال: مرحبا بمن أتانا راغبا. نظر إليك عدي، قال: هلم إلى البيت. يتأمل، وكان عدي رجلا ذكيا فطنا سيدا في قومه كأبيه، كريما ذا خلق ونجدة وشهامة وخفرة. مشى معه إلى البيت. في الطريق استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فوقف لها، ولعله قيل أنه في عقلها شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من إكرامي واتباع أمر وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام ذي السن وإكرام طالب العلم أيها الكرام، فلذلك توقفت عن الكلمة. هذا من إكرامنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكرم علماءنا، أمر حقيقة يعني هي استقطاع من كلمتي، لكن يحس في نفسي أن أسمع يوما من صديق لي أنه قال لي، هو يدرس في مدرسة نصرانية مسيحية، قال لي: لماذا يحترم النصارى قسيسيهم ورهبانهم أكثر مما نحترم نحن المسلمين علماءنا؟ والله هزتني هذه الكلمة من الداخل، وهذا أمر ملموس للأسف. مجالسنا أكثرها كلام على علمائنا وانتقاص منهم. أنا لا أعني أن علماءنا لا معصومين ولا بلغوا ذروة القمم في العلم والتقى، ولكن أن نجعلهم سهاما أو أن نجعلهم مصائد لسهامنا، فكلما دار المدار تكلمنا عليهم، كلما سنحت لنا الفرصة انتقصنا منهم. إذا رأيناهم أنا لا أقول الكل، لعل البعض يفعل ذلك. لما تكلم معي هذا الكلام قال: أدخل إلى المدرسة فإذا جاء قسهم راهبهم وقفوا له بالاحترام ذكورا وإناثا، ودروسهم في اختلاط بين رجالهم ونسائهم، حتى في جو الاختلاط يقفون احتراما لقسيسهم. الله الله، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذه أخلاق المسلمين سرقت منا لتدخل في هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الطبراني في معجمه الأوسط، يقول: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق بين النفاق: إمام عادل، أي حاكم يقوم بشريعة الله لا ينحرف عنها إلى قوانين وضعية كاذبة فاشلة، حاكم يقوم بشرعة الله، إمام عادل، وذو الشيبة في الإسلام، وحامل العلم. هؤلاء لا يستخف بهم إلا منافق بين النفاق. لذلك أيها الكرام أحببت أن أعرض بهذا الكلام، لأن تقدير العلماء وطلاب العلم واحترامهم إنما هو احترام لديننا وشريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما قلنا عليه. سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يرقب ماذا يجب، يقول: قدمت المدينة فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم بعد، فقال: هلم إلي. فاستوقفته في الطريق امرأة كبيرة عجوز لعل في عقلها شيئا، أيضا ما هي سليمة، فوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمها حتى قضت حاجتها منه، لعلها تقول له كلاما لا معنى له في عقلها شيء، فوقف لها صلى الله عليه وسلم، لم يحتقرها، لم يزدريها، لم يتكبر عليها، يقول: من هذه؟ ما قيمتها؟ ما شأنها؟ وقف لها. ثم سار به حتى إذا دخل إلى البيت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا. وأجلسه، وكان بجانبه وسادة حشوها ليف، فقربها لعدي
فقال بل أنت. قال بل أنت لا يكرم الرجل في بيته. طب أكرمه؟ يقول في نفسه لو أنه كان ملكا لم يقف لمرأة عجوز. ملك متكبر اهتم بمرأة عجوز وفي عقلها شيء؟ ملك متكبر يترك تكريم نفسه وعزتها وتفاخرها ليجلسني ليجلس هو على الأرض ويجلسني أنا على الوسادة؟ هذه ليست بأخلاق الملوك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ أيمنعك أن تدخل في الإسلام أن يقال الله أكبر؟ لأنه يقال الله أكبر فإن الله أكبر من كل شيء. إذا كان هذا يمنعك، ما يمنعك أن تدخل في الإسلام؟ فقال يا محمد إني على دين، أنا صاحب دين، أنا لست كهؤلاء الجهلة الذين يعبدون الأصنام، أنا صاحب اطلاع واسع، إني على دين. قال وما دينك؟ قال الرقوسية. الرقوسية هي دين محرف ما بين النصرانية وعبادة الأوثان، دين مشترك، دين جديد والعياذ بالله، فيه من الضلالة ما فيه، محرف بين النصرانية والوثنية. فقال له صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. ينظر حالي ماذا يقول هذا الرجل؟ أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست تأكل المرباع؟ إيش هذا المرباع؟ المرباع كلما غنم قومه غنيمة يأخذ قائدهم ربع الغنيمة منفردا له لوحده، كلما أغاروا أو غزوا أو كذا ينفرد بها. فقال ألست تأكل المرباع؟ فهذا يحل لك في دينك؟ جوز تأخذه في دينك؟ فلما سمعها عدي قال في نفسه والله إنه لنبي يعرف ما يجهله الناس. ومن يدري رجلا بعيدا عن قومي أنني أكل المرباع وأن هذا حرام في ديني أنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قومه ولا سمع منهم ولم يخبر أحد منهم، وإنما أخبره ذو الجلال والإكرام. ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا عدي أيمنعك أن تدخل في الإسلام؟ هذه الثالثة، أن تقول إنما يتبعه ضعفة الناس وصغارهم، هؤلاء بسطاء فقراء، فوالله لتفتحن عليكم الدنيا بكنوزها ولتوشكن أن تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله على نفسها. ما أحد يتعرض لها في وقت كان قطاع الطريق واللصوص والإغارات بين قبائل العرب على أشدها. ينظر عدي تسير الحيرة، تسير المرأة من الحيرة في العراق إلى بلاد مكة المكرمة لا تخشى على نفسها إن الله تعالى يعجب. ومرت الأيام على عدي ورأى كل ذلك بعينه رضي الله تعالى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أيها الكرام أسلم لما رأى حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفترانا نقتدي بهذا الخلق الطيب؟ أن كثيرا من المسلمين للأسف يغره غناه، يغره جاهه، تغره مناصبه، يغره ماله، تغره جماعته وعشيرته، يغره وتغره قوته، فينظر إلى الناس من علو أنا الأعظم أنا الأكبر، فينتحل صفات الله من حيث لا يدري. ومن القوي على الحقيقة إلا الله؟ ومن الغني على الحقيقة إلا الله؟ ومن العزيز على الحقيقة إلا الله؟ إن العزة والقوة والغنى والصلاح أيها الكرام إنما يكون باتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله. الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من خلال التزامك بأمر الله يعزك الله، من خلال التزامك بشريعة الله يبنيك الله، من خلال اتباعك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الله قدرك بين الناس. الله تعالى يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا رفع الله لهؤلاء لا رفعنا نحن لهم، الله تعالى هو الذي رفعهم وعظمهم. لذلك أيها مجلسنا كما قلنا مجلس اتباع والتزام بالسنة النبوية الشريفة، فليفتش كل منا نفسه أي وصف من الأوصاف فيه بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مستكبر
ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. أنا بخيل والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الكرماء. أنا أغضب سريعا وأنفعل وأتلفظ بما لا يرضي الله تعالى عني والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء. أنا أوذي جاري وأتكلم عليه وأغض من قيمته وأتحطط عليه ولعلي لا أسلم عليه إلا قيده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جيرانه في مكة من المشركين يضعون أمامه في طريقه الشوك فينظر إليهم ليقول أي جوار هذا يا قريش، وينحي الأذى من طريقه ويتابع طريقه لعل أحدنا إذا أذاه جاره. تعرفون ماذا يصنع؟ أي اتباع وأي احتفال وأي مولد وأي فرح وأي كثرة صلاة، ولعل واحد يقول صلى الله على جزاك الله، والله طيب، والله طيب أن تصلي وترفع صوتك وأن تظهر بمحبتك، ولكن محبتك صادقة. أنا أقول أنا أولكم وجميعا كلنا مخاطبون بذلك. هل نحن نضع الميزان العليل؟ قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذا ميزاننا الاتباع لا الابتداع، اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ميزاننا في مجال الشريعة، أم أننا ضائعون عن ذلك أيها الكرام؟ إذا وضعنا هذا الميزان الصادق في حياتنا فلنزن كل أمورنا بهذه المسألة. ننظر إلى أنفسنا كيف نتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه يوما رجل يسأله سؤالا، خلق الكرم في حياته صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يسأله فنظر عليه الصلاة والسلام معي، تخيل وانظر وتأمل واعجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في بيته ليعطي هذا الرجل صدقة فلا يجد شيئا عنده يعطيه صدقة. قال من فقره لا، كانت قد فتحت عليه الأموال بكثرة لكنه ما كان يبقي عنده صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا كله للصدقة. في يوم من الأيام صلى صلاة العشاء وانفتل سريعا عليه الصلاة والسلام فدخل بيته فحجب الناس. من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويطيل الجلوس فيستغفر ويسبح ويدعو ثم يقوم فيصلي السنة ثم ينصرف إلى بيته، فإذا به ينصرف سريعا ويدخل إلى بيته سريعا فعجب الناس. لحظات ثم عاد إليهم، عجبتم من فعلي؟ سأله. لقد ذكرت دبرا، يعني ذهبا مكسرا قطع صغيرة جاءتني من أرض كذا وكذا فخشيت أن أموت فيسألني الله تعالى عنها، لما لم تنفقها في سبيل الله؟ بغياني عندك؟ سبحان الله. اليوم الأطعمة والأشربة في بيوتنا جميعا تكفينا سنة كاملة، وإذا استشعرنا خوفا من أي شيء اشتري خبزا بعشرات، اشتري لحما بعشرات، اشتري كذا بعشرات. لماذا؟ نخاف، نوجد على ثقة من مالنا ولسنا على ثقة من رحمة ربنا ولسنا على ثقة من فضل الله تعالى علينا. أترى أحدنا مات جوعا في يوم من الأيام؟ سبحان الله. جاءه يوما سائل ليسأله فنظر فإذا ليس في بيته شيء، ماذا قال له؟ قال له اذهب فاستدن علي، اتدين علي أنا فوفي، استدن علي. فقال له سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر وهو يألم لما يراه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يستدين علي يا نبي الله؟ يسجل الدين عليك؟ فقال يا نبي الله والله ما كلفك الله بهذا أن يستدين عليك، فلو كان عندك أعطيته، لكن ما عندك شيء استدينه عليك. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار فقال أنفق يا نبي الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال بهذا أمرت، بهذا أمرت، بهذا أمرت، وتحلل وجهه صلى الله عليه وسلم. أنا أمرت بالكرم، أمرت بالعطاء، أنا معلم للناس في فعلي وقولي وتصرفاتي، بهذا أمرت. هكذا أيها الكرام يكون شأن المسلم الحقيقي، قول وفعل، عمل وتطبيق، تلفظ وإتقان، هذا هو المسلم. أما تقلقات لسان وتظاهر كثير
من الناس للأسف نحن نعيش في عصر التضامن. قد أثر علينا ما نجده على شاشات الرعب، ما يسمى بين قوسين بالتمثيليات. كثير من المسلمين اليوم، وأقول وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو إلا ممثل. ممثل على أهله، ممثل على جيرانه، ممثل بين قومه، يتظاهر بالصلاح وفي داخله غير الصلاح، يتظاهر بالتقوى وفي داخله غير التقوى. فإذا سنحت له الفرصة ولم يعرف أحد من الحاضرين، انفرض عنه دينه الذي يتظاهر به أمام الناس. نحتاج أيها الكرام إلى صدق مع أنفسنا جميعا. مجلسنا هذا إنما يراد به أن تتولد، وإنما سمي المولد مولدا لأن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتولد فينا جميعا، أن نطبقها ونعتني فيها بها. ينظر الإنسان لأي جانب من الجوانب هو مقصر، يعاهد الله تعالى بينه وبين نفسه، يقول بينه وبين نفسه: اللهم إني لن أخرج من هذا المسجد وأنا على تلك المعصية التي أقع فيها، وقد سمعت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إن كنت بخيلا سأترك البخل، إن كنت كاذبا سأترك الكذب، إن كنت أغش في بيع وشرائي سأتجنب الغش في البيع والشراء، إن كنت أحلف أيمانا كاذبة سأتجنبها، إن كنت أظلم أهلي وجيراني سأتجنب ذلك. هذا أيها الكرام هو احتفال حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عملنا ذلك وصنعناه فقد فرحنا به حقا، وإن لم نفعل ذلك فيا خسارة، والله يا خسارتنا. ونسأل الله أن لا نكون باتباعه صلى الله عليه وسلم من الخاسرين، وإنما بإذن الله نحن من الفائزين، ولكن بصدق الاتباع. رحم الله تعالى من قال، الإمام البوصيري يقول: والنفس كالطفل، إن تهمله شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. قد يزين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء للإنسان مظاهر كما قلنا، فيظهر للناس أنه من أهل الصلاح، أنه من أهل التقوى، أنه من الذاكرين، أنه من الخاشعين، أنه من أهل الإيمان، وهو في الداخل خلوة من كل ذلك. إن كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأستمسك بسنته الشريفة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المستمسكين بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. نعود إلى المشركين، جزاهم الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على حبيبنا محمد وعلى وسلم. صلى الله على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.